نعمل لهم كبسة مع تونس صحيح. كمي قالوا سكبين. انت ايش اسمك؟ انا اسمي سكر فمك اخر ليك الى عندك من غد مش تركم كفرو باهي كفرو باهي سي معز. نعم سيد العم. قلت لنا اللي التسجيل خذيته من عند مرت الراجل. مش صحيح سيد العم. ما حبتش مرت الراجل. اوكي باهي سي ميغال. في بالك انت قضيتك خايبه ياسر؟ قلت المرزوقي؟ لا لا قلت البير سيد العم. هاوكا قر وحده. باهي سي ميغال. كي قلت سيد الباجي قائد السبسي. هاي. اش قلت له؟ قل عقلك. المهم ما كلمتش سي الباجي، انا كلمت بصوت سي الباجي قلت له. اي اش قلت له سي الباجي؟ قلت بصوت سي الباجي مش بصوتي انا. اي قلنا كيفاش قلت لسي الباجي بالضبط؟ اش قلت له؟ عسلامه سي الباجي شنو احوالك نحب قرض؟ اش قلت له؟ ما نجمش نقولها وانا واقف. شنو كي؟ اجوا قعدوا. اقعد سيد العون. نجم نقعد يا سيد؟ نعم معلم. كيفاش قلت صوت سيد الباجي وبالصوت كيما عملتها بالضبط؟ كلمته في التليفون. اه قلت له تو انا قلت له الو اش امورك؟ انا باش قاعد سبش والامور كلش بالدار. والبلاد تمر بمرحلة. انضبط هاي وضع الاردواز. هاي هايفة هايفة. نعم عاملين لهم تساوي تنوريكم. رجعنا ويكم باك.